بسيطة، ولكن عزمه تعلم لقوي هو مستلم كريم راشد الذي صار الآن رئيس المعهد العام للعلوم التربية، وعنده لا مستحيلا ما دام تسعى وتدوم بالدعاء. تبدأ من سنة 1980 ميلادية، صار طالبا في معهد دار السلام يوما فيوما يسيرها حتى جلس في فصل ثالث. وصل إليه خبر مرض أبي وقرر زيارته وأخبر خبر رجوعه إلى أبي المحبوب، وتشوق وفرح رشد بتلك العيادة. وبعد أسبوعين مر الوقت بالسرعة، أجبر رشد بالرجوع إلى دار السلام. يا أبتي، في شيء يقلقني سأخبرك بعد ذلك. يا أبتي، إنت رجوعي سأستأذن بك بالرجوع إلى البلد. لما يا بني، حسبك التعلم بقريتنا وتصرفنا المعاهد الكثيرة وبلد بعيد. حسنا يا أبتي، أود أن أكون مبلغ عظيما كأستاذي عثمان مسلم، فإنه خريج معهد الحديث والفقه. لهذا الهدف السمي والنبي، فليس لبد من ردك، أسمح لك. شكرا يا أبتي. تعال يا رشيد إلى الفقه وتنبت بالطريق. أريد أن أذهب، ولكنني خائف على مرض أبي، بل وجب علي أن أستعد ولا أخاف، لأنني في سبيل الله لدين الله لله تعالى. رب اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا. وبعد إذن أبي ذهب راشد الشاب بعزم قوي، ونجح راشد في الفصل الرابع، ودار الوقت كما هو في عادته. وبعد شهر وصل إليه خبر موت أبي. يا راشد، هذه رسالة من أسرتك. شكرا لصاحبي. وحسنا لأصحابي، أكثر أول هذه الرسالة. تفضل يا راشد. السلام عليكم راشد، أنا أخوك من المتجر، أنا أرسل لك هذه الرسالة لأخبرك خبرا مهجنا. يا أخي، إن أبانا قد توفي، وأرجوك أن تدوم في الصبر والإخلاص لهذه المصيبة. نحن أسرتك هنا إن شاء الله، ندعو لك دائما بخيرك. وبعد قراءة تلك الرسالة حزن هو نفسه، ولإزالة نفسه ذهب إلى المسجد وقرأ القرآن. إنا يكون نائب رئيس المنظمة. وفي ليلة من الليالي
بعد تقديس المسجد. حسن صوتي كل مسجد يفتش، والآن الساعة واحدة إذا استحسن علينا الرجوع إلى المسجد الروحي. نعم يا شيخي. ورجع إلى قدرتهما، وأتى أحد أصحابه يضرب الجمهور بإشعال الجمهور. يا راشدين أطلب بالدولة إسعال هذا الإمام. نعم. أوه تفضل يا صاحبي. أي صوت ذلك؟ ربما ذلك صوت النار. تالله ربحا ما زالت النار صغيرة. وكبار السن يحتاجون إلى
دعني كلم أبا. لا يا شيخ. يكفيك التمرين سأمر أصحابك وأساتذتك بزيارتك متبدلين وبالعزم القوي والروحي الرئيسي لا يبالي راشد عن نفسي وراضيا لأن مرض بالمستشفى ولذلك ما تبع الامتحان لآخر السنة وأعانى لدى تعلمي في السنة الخامسة وبعد أيام طويلة عند حملة التخرج بمعهد دار السلام. حسنا أيها الأبناء المحبوب أسماء مذكورة في يعقوب بن مريم إحسان حكيم داعي رمضان مخلصين شهر خالفي راشد بنا زهير مبارك أهلا بكم جميعا يا قائمون أنتم المختارون لكونكم أساتذة في معهدنا هذا دار السلام. احتروا بهذه النصيحة يا أبنائي لا تنسوا معهدكم لأن خير الناس من يتذكر بمن أحسن إليه وتذكروا أن في جبهتكم اسم بطل حافظوه وكما قلت لكم اجعلوا في هذه الدنيا ألف منظر نجعل ألف منظر في هذه الدنيا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بعد نجاحه واختياره دار السلام لكونه أستاذا وخدم هناك سنة واحدة وحين أراد أن يستمر خدمته منعته أمه حتى أتى الأستاذ عثمان حسني دعا راشد وأدنته أمه كذلك دعا سيد مرقون ومغفور حليم مبصرا لكونه أستاذا بمعهد الروضة الحسنة الذي أسسوا فيه منهج التعليم في كلية المعلمين الإسلامية في السنة 1986 ميلادية وأدار المعهد بإدارة حسنة قادمة مجلس الرعاية. في هذه المشاورات سنتشاور نحو المنهج هذا تطور المنهج كبيرا ونهتدي إلى الأرضين والمباني الجديدة. فيكم رأي؟ عندي رأي. كيف نبني هنا مسجد وهنا نجعل الميدان ونبني هنا أسطوس وهنا نجعل مبنى للدراسة نسمي مبنى الأسطى وبالهمة العالية بني مؤسسنا المعهد وجهزه الكوادر الكثيرة وأدماره للمستقبل. مرت أيام حتى أتى المعهد عمره 25 جميع التخطيط والرجاء في روضة الحسنة قل الله لذهاب مجلس الرعاية واحدا وواحدا. ذهب بعض لنشر دين الله في معاهد لماذا تتكلم؟ كيف هذا المعهد؟ لا تخاف، في المعهد الكوادر كثيرة، سننتشر في أعلام كلمة الله، وأنت ذلك الأمور. لا، لا، يا أستاذ، ذهب الكبير ومجلس الرعاية وما لنا. Thank you.
ذهب منا بالجهاد ونشهد لله مجلس الرعاية الذين مجاهدوا أول قيام الروض بالحسنة إلى عمره 25. يا أيها الأساتذة والطلاب، لا تحزنوا ولا تخافوا على فساد هذا المعهد بذهابهم، لأن هذا المعهد أرض الوقف، وما هذا المعهد لي ولكم وما له، ولكن هذا المعهد لنا وعلينا نقدمه ونحفظه جماعة. فبهذا أنا راشد بنا مديركم الجديد أطلب مساعدتكم جميعا لهذا المعهد، وأوقف نفسي جسما روحا كافة لهذا المعهد لله تعالى. تكبير Ustaz Yahya Hiroshi Mina yang telah mengabdikan diri di pesantren Ar-Raudatul Hasanah.